الشهر هذايا سجلنا 104 تحرك احتجاجي في الكل. في 104 هذوما فيهم تحركات فردية، فيهم 14% منهم تحركات احتجاجية فردية، و 86% منهم تحركات احتجاجية جماعية. مجالات التحركات الفردية كالعادة قاعدة ديما هي بيدها، يعني نسبة كبيرة نتاع انتحار، 12 حالة نتاع انتحار، وثلاث حالات أخرى فيما الاعتصام أو التهديد بال أو الإضراب وإضراب الجوع إلى غير ذلك. بالنسبة للتحركات الأخرى، التحركات الجماعية شملت تقريبا نفس المجالات اللي تحدثت عليهم أيضا في الأعداد السابقة، هو المجال السياسي والاجتماعي والتربوي والأمني والرياضي والاقتصادي والبيئي والإداري. إذا كنت تشوفوا ترجعوا للأعداد السابقة تلقوا ثم خاصية مهمة جدا للتحركات الاحتجاجية، يعني كل شهر تقريبا ثم جانب مهيمن. يعني في شهر سبتمبر عادي جدا، شهر أكتوبر عادي جدا أن العودة المدرسية، فسجلنا عدد كبير برشا من التحركات الاحتجاجية ذات البعد التربوي. الشهر هذا نظرا للحملة الانتخابية ونظرا للمشاكل، فكان الواحد الكل أكثر الجانب السياسي. منهم 2 تحركات عفوية و 27 تلقائية. كي نقول تلقائية يعني ما كانتش كرد فعل مباشر ضد حاجة معينة، نوع مخمرة وموجودة، وحاولنا باش نقدموا الأسباب بتاع هذا الفعل السياسي اللي هو ما نجموا نلقاو منهم حاجتين، يا إما احتجاج على تصريحات أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، أو على العكس من ذلك إثارة الرأي العام من أجل نقول راهو هو المشكلة نتاعها. الحالات تسمع الشهادات نتاع الحاضرين من القروان ومن القصرين، وتعذر وصول معناها ممثلين ايضا على عمل الحضاره في الحاضر المنشبي، وتشوفوا معناها كيفاش العمليه كانت عشوائيه، معناها في اغلبها عشوائيه. ثم قضيه معناها حكايه الباتينديت ولا برشا من الناس عندهم تم شكون عنده صحيح باتينديت، لكن الباتينديت تم شكون ما ينجمش يسكرها. علاش؟ لانه مسال عند القبار، هو يخدم في الحظيره ويمشي للقباره يلقى روحه مسال ب 700 و800 دينار ما نجمش يخلصها، هذاك علاش ما تسكرتش الباتين ده، والمورد الرزق الوحيد نتاعه هو الحظاير. بالنسبه لحكايه السي ان اس اس، ثم عمال تاع حظاير بطبيعتهم ما يتمتعوش بالتغطيه، والسي ان اس اس معناها تلقاه يعمل هو مجهود اخر مضاعف في الوقت الفراغ نتاعه باش يعمل ربما مهنه حره اخرى، ويمشي ينخرط وحده، يعمل انخراط وحده على اساس يضمن على الاقل نوع من الانخراط في الصندوق الوطني للبنى الاجتماعي، يضمن حتى شيخوخته طالما الدوله ما تحملتش مسؤولياته. المواطنين العباد اللي قدامك ما عندها شيء، معناها يبدا كاري، يبدا عنده بطاقه، معناها حاله اجتماعيه تابعه، ما تنجمش باش ينجم يخدم خدمه اخرى. وثانيا الواحد عمل 4 سنين خدمه وزرين زرين زرين وما سمعنا شيء، اللي مشينا لتونس ومشينا لكل ولايات مشينا لها وعملنا احتجاجات، واحتجاج راهو نعملوه نوصلوا في صوتنا لوزاره من الوزارات، نتكلموا على حقوقنا، نتكلموا على خدم، وكل شهر ينقصونا في الشهريه. قلنا كي جبت شهريه 2-3 نقصونا 10,000 ما يمشي. عملوا هكا وزدنا حونا تو عندنا شهرين بالضبط الحكايه ما ينحو. احنا الساعه في القروان عملنا برشا احتجاجات، وصلنا حتى زملاء انتحروا كيما سي كمال السعداوي في حافوز نهار 6/12/2013 زد انتحر هذايا على الوضع اللي عايش فيه، وخونا سمير السعداوي زاد نهار 2/5/2014 زاد انتحر للظروف اللي عاشت الحظاير الظرفيه. عملنا برشا احتجاجات، لا سلطة تسمع فينا ولا سلطة معناها عبرتنا اصلا شنية خاسرين علينا، راكم حظاير ظرفيه يا تخدم يا برا روح، وشنية زاد حتى العروفات نتاعنا ولو مستغلين كلمه حظاير ظرفيه، يعطيك تخدم في سوايع اكثر من سوايع العمل نتاعك، مرات يوصل حتى العرف يتحرش بيك، معناها تجي مش تتكلم نقول لك اسكت ولا نهز التليفون للمعتمد برا روح، انت راك حظاير ظرفيه برا روح ما حشتيش بيه. انا الجمعه اللي فاتت تعرفت مع عارفي خاطر غبت ساعتين وعندي شكون يعوضني، مشيت نعدي اول حاجه ما عنديش كارني نتاع دوي، مشيت نعدي بالفلوس
مشيت نعدي خالتي عملي برا شوف مؤسسه اخرى تخدم فيها. جاي نطالب مش نطلب، نطالب بحق به. وقت لينا في عهد البائد نقولوا عهد الزين ثم ناس ولا ترحم عليه تو انا عندي غصه حبيت نطلعها. كي جت الثوره اول ما قدمت مشيت الولايه 3 شهور وانا بيت تحت الحيط باش قابلت، وكل ليله راحوا ل 12 تاع الليل. وقت قابلت الوالي واش قال لي؟ قال لي ثم خدمه في جبل السلوب نجمي تخدمي في الجبل يعني تابعه الفلاح. قلت له ثمش بقعه في اسرائيل فيها خبز صغار ونحق فيها ذات ونعيش مواطنة حرة وناكل خبز بكرامة. يا ولادي فيك راني قد 25 سنة وانا نجري كون جري تخدم 16 شهادة ماخذ جائزة الأولى في العالم العربي للصغار المستثمرين. بالنسبة لنا تو كنا في امتحان 9 أيام عام المعتصم أنا خارج موري واحد داخل المعتصم واليوم نهار الثالث داخل ضرب جوا ونمشي باش ناكل ونلاقي والعدد مازال يزيد. ثم جاي من العيون ثم جاي من الفوسانة ثم جاي من تالا وخلت سير كارثة إنسانية فهمتني. وراه فهمتني ماناش باش نادوا على حقنا مهما تكون الصفة. نحن الجهات هذه هي اللي عجبت الثورة حقيقة. في ملف كما هذا أعوان الأمن يعني أطلقوا يديهم إلى ارتكاب عديد التجاوزات. أكيد جدا النص اللي كتبته بين أيديكم الآن يحطكم في الإطار العام حول تحرك شباب القصيبة، واللي التحرك هذا تقريبا فما عشرات التحركات المشابهة ليه من حمام الغزاز من بنزرت من المهدية من جنوب التونسي من قفصة، كلها تحركات يعني دغدغها صدمها واقعة اغتيال الشهيد شكري بالعيد، فخرجت للشوارع وأكيد جدا في خروجها باش تتوجه إلى رمزي السلطة وزارة الداخلية متهمين إياها بالتقصير ولما لا بالتواطؤ في اغتيال شكري بالعيد وفي اغتيال عديد وعديد وعديد شهداء البلاد هذه من قبل 14 إلى بعد 14 ومن قبل 6 فبراير إلى ما بعد 6 فبراير وإلى اليوم ما زالت آلتهم تحصد في أرواح الشباب التونسيين. والمقر الثاني اللي توجهوا له هو مقر الحزب الحاكم اللي يعتبروه بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل ممارس أو متستر ضلع من أضلع الجريمة التي استهدفت الشهيد شكري بالعيد. المؤسف حقا في ملف شباب القصيبة هو الطريقة الفجة في التعاطي الأمني مع الشباب هذا. أكيد جدا حراك هي قانونيا نسميها جرائم جماهير إن صح القول. نحن عندنا ترسانة متاع وثائق تبين أنه الشباب اللي احتج واللي ظهر قدام مركز واللي رمى الحجر لا ناقة ولا جمل له في تهمة حرق مركز المكان. 24 شاب تقريبا تلفيق التهم على كل يا كريمة تقريبا أزج بهم في هذه القضية. البعض منهم 6 منهم ما كانوش أصلا في مسرح الجريمة إذا كان فرضا نحكيوا على جريمة. البعض منهم كان في جمال والبعض منهم كان في أقصى القصيبة والبعض منهم كان في ولاية توسة أصلا ولم يدخل مدينة القصيبة إلا بعد الواقعة وبعد إخماد النيراني أصلا. إذا نحسوا أنه فما خلفية انتقامية وكذلك تتبع انتقائي ضد الشباب. والممارسة هذه ملف القصيبة أعتقد بأنه يفضحها بوضوح ولكنها ممارسة تكاد تكون سيستماتيك العبارة بالعربية ما نعرفهاش يعني تقريبا مستقرة في كافة التتبعات القضائية اللي تفتحت ضد شباب الثورة. نحكي لكم على شباب قفصة حكيت لكم عليه، نحكي لكم على شباب سيدي بوزيد سوق جديد والمكناسي ومنزل بوزيان. يعني الشباب اللي يتحرك واللي يتحرك على شبكات التواصل الاجتماعي ولا في الشارع، لأن الحكومة اللاشعبية هذه أكثر حاجة تقلقها هي التحركات الميدانية مش تحركات النخب والمقالات ولا هذه ما عادش تقلق برشا. شعارنا كما قلت لكم نحن جميعا ضد الإرهاب ولكننا كذلك وبنفس الحرص نحن كذلك ضد توظيف الآلتين الأمنية ومن بعدها القضائية في تصفية خصومات سياسية وفي خاصة لجم أفواه الشباب المتحرك وفي معالجة قضايانا الاجتماعية. وهذا نشوفه تو كنت نسمع في الأصدقاء حقيقة يعني في تونس بعد 14 جانفي 2011 مازلنا نسمع في حالات كيما هكا ومازلنا نلقاو أن الوصفة السحرية هذه ذكرني بكلام الناطق الرسمي الحالي بهذه الحكومة اللي قالوا أنه لن نسمح بعد اليوم بالتحركات الاحتجاجية الاجتماعية خليوا الحكومة تخدم.